الآن سنعلن المهندس. أيوة. الحاصل على لقب المهندس. وإنا جالسين. لا. أخاف تخسف بالأرض لا فزت أنا ولا شيء. طيب. عارف حظي. أود. ها منو؟ أود. إيه. أود يعني أريد. إيه حسب واحد معنا. أو أطلب. أيوة. من؟ حسن بن رفدة يجي هنا. أوه. بس لا تصدق ما هو كل من يقوم هو الأول طالع هذا قصيدة لو ما كل الأول واحد أطلب أيضا من سعد الكلثم يجي هنا حبيبي وش معنى أنا ليش ما قلتني آخر واحد تعال تفضل ها يلا قلها خلش كي مسافة كذا ورا كذا شوي كذا هنا تفضل يا سعد أيوة أيوة يا رب تدعي لسعد طيب يلا قلها يقول يا رب سعد اخوي يفوز دعوة الطفل ان شاء الله فايز تفضل بسم الله محمد شخبوط سعد الشمري تفضلوا رجعوا خطوه خلف وتباعدوا شوي قدر الامكان هذا بس انا في مين يلا روح كذا شوي هاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله لا 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 لسه طبعا نعلن معكم بالشكر صاحب اللقب المهندس ان شاء الله ياخذ المهندس طبعا مهندس عشان الناس انه ما تهم الشهاده فعلا هي ما تهم الشهاده طبعا في اعلان مهم صراحه ما تاثر والله اللي معاه شهاده لا ما تاثر والله خلاص تكفي الشهاده في اعلان مهم صراحه حصل اليوم وهو مفاجاه صراحه انه الجميع كان متوقع فوز شخص اعلم ولكن حلقة اليوم يبدو انها قلبت الموازين بشكل او اخر يا ساتر فيعني اللي كان عنده توقع انه فلان ممكن يفوز او فلان الاخر ممكن يفوز كل التوقعات هذه ذهبت سدى لان اليوم كان صراحه في اتصال فارق وشخص في ختام الحلقه اخذ ماده من شخص في شخص اخذ ماده من شخص اي انا عارف هذا الشخص فحصل شيء ايه لا يا خالد سامي يعني كنت انا باخذ الاول بنعلن الفايز شخص قرار مهم شخص اخذ من مهم لا علاقه بالفايز له علاقه باتصال يردني الان السلام عليكم هلا وسهلا مرحبا هلا والله خالد الله يرحم والديك والله احنا والله ترواك فيه ما له داعي يلا انا ما اقدر اتكلم هذا والله ضب ارتفع طيب ربنا يستر السلام عليك يا كابتن وشيك والشيك شكلي شكلي رجع الرجال يلا يبغى الحين يعني ما عاد في المتصلة والقبل ايه ما عاد في بحثتي في فالس طيب ان شاء الله ان فالس طيب يا رب فالي طيب انا يلا يا رب طيب يلا خالد انا كنت انسى الاسماء عشان بعد كل واحد كان عنده سيء انا كنت انسى الاسماء متصلين بسرعه لا تسمع لا تسوي ذكرت سمكه سعد الكلثم لا تسوي لا قلت سعد الكلثم بسرعه سعد ايش الكلثم اذا قلت حسن قل المهندس تربيع حبس هذا هو لقب المهندس يا جماعه الخير اكتبوا توقعاتكم الان في هاشتاج ختام اخر كلام ادري انه مو وقت توقعات لانه خلاص جت يلا الحين انت بتعلن ايه لا ارفع صوتك يعني قبل لا تعلن اقول سيسمعني الجميع فور اعلاني سرعه وسيسمع الجميع اسمي بصوت عالي ايوه الجميع يا عموري هل انتم مستعدون لاعلان بسرعه والله اتوقع المهندس في هذا البرنامج هو وش تبغى انت عارف انا قاعد اسوي نفس قاري الورقه قاري الورقه هو لا انا ما راح اكسر الدرع سيكون يلا بيدي يلا خالد يلا يلا بالحلال طيب فحسن تتوقع انك فايز اي لا بس كذا بس اي لا العمر ولا غيره مقابلتك هي اكبر فوز اتمنى أوكي. سعد اي لا ما توقع فايز محمد متاكد ومتوقع ان شاء الله سعد انا والله ما ادري صراحه فايز العمر متوقع ولا لا فوزك وأكيد ما وقفنا هنا إلا في نسبة احتمالية فوز عالية طيب يلا خالد يلا الآن الفائز نعلن عن صاحب لقب المهندس في برنامج آخر كلام الموسم الأول والحاصل أيضا على شيك مقدم من شبكة قنوات المجد الفضائية بقيمة 20,000 ريال سعودي
من هو صاحب هذا اللقب؟ إيه هو أحوه. يلا يا رب اني اسمي حرف السين. اوه جاء على وجهك الكاميرا. حسن بن رفدة ولا فايز العمر ولا ولا سعد الشمري وشخبوط والكلثم من يزود كلهم يوجعني بطني والله والله العظيم اني ادري وش منه فايز بس انه يلا خبت يا خالد خالد والله انا شفت دمنا ورانا شحن المندي وراك مندي والله يعني رجيم عليك يلا خالد والله مو زين يلا خالد يلا بيتجو ارجوك الفائز بسرعة يا اخي عطها اي واحد راضي لو عمر يا ولد ريقي نشا فريقي الريق حرام اني بوس بوس درع بوس الدرع ما راح تلمسه لان يمكن مو ملكك في تثبيت كويس ما راح يلمسه تمام سعد تبغى سعد حسن من حسن والله انا اتمنى بس لبا شوف الفخامه كيف ما بلك ترى ما هو بس درع في شيك والله جاب ترى انا دارس 5 سنوات الحين هذا في 20 حلقة تعطونا الدرع الحاصل على المركز الاول في ختام برنامج اخر كلام بموسمه الاول وشيك مصدق ب 20000 ريال من شبكه قنوات المجد الفضائيه هو ايه يا اخي بسرعه اخلص اخلص عاد جاني هبوط اوه سعد الشمري ايش السالفه هو نقول المخرج مين عموري عموري لا تخاف حبيبي خليك مكانك زين هنا بتطلع شراه خليك مكانك اجلس زين حبيبي بسم الله عليك خلاص يلا خالد يلا خالد والله توترت خربت هو واحد اثنين محمد شخبار الله يطلع وجهي حسبي الله عليك مبروك الله يبارك فيك مبروك حبيبي مبروك يا محمد من شخبوط المري هذا اللقب لقب المهندس في ختام تعال عموري تعال عموري تعال 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 عمر مبروك هذا اللقب اصبر اصبر ممكن صورة يا كابتن ممكن صورة والله انكم احرجتوني كنت متفاجئ والله تفاجئ يلا قل كذا قل حبتين مش بتسوي فيه 20000 اللي ما هو بدي بعدين بعلم المبروك شخبوط 5 كل واحد 2000 يكفي باذن الله الله يبارك فيك شكرا لكم جميعا حبايبي نسمع كلمه الفائز تفضل يستاهل اقول الحمد لله اولا واخيرا وشكرا لكل من دعمني شكرا للوالد الله يطول في عمره الشيخ شخبوط المري والوالد الله يطول اعمارهم لاني انا صراحه بدونهم ولا شيء شكرا للمتابعين شكرا كل من وقف مع محمد كل من أرسل له رسالة واحدة شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافية حبايبي الله يعافيك واللي يبغى فلوس يرسل لي على الخاص مع السلامة مبروك يا محمد طيب في شيء مهم الآن بنستعرض مبانيكم شوفوه على الشاشة وبنستعرض للسادة المشاهدين الكرام والله 4 مباني ابو شخبوط 4 طوابق تقصد 3 طوابق خلص الدور المبنى والله ما حد يشوف طبعا كذا واضح الترتيب ايضا يعني اذا كان في ترتيب لكن لا ينبني عليه اي شيء مبروك لمحمد بن شخبوط تستاهل ثم للاكثر مواد ما شاء الله سعد كثف قاعد يبني بالطول سعد كثف قاعد يطلب بالطول اخذ تراب بين كيت تراب صدق قريب عند عموري بالله خلنا ناخذ صوره مع عموري شوف هناك هناك عموري اخوي هذا اخوي مع الفايز ترى اللي فايز وهو انا وياه شوف ايش الكاميرا هذه كيفه